على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة، في هذه المجالس المباركة. كما يسرنا أيضا أن نرحب بفضيلة الشيخ هيثم محمد سرحان، عضو الدعوة السابق والذي أتانا من المدينة المنورة. نسأل الله أن يكتب خطاه وأن يكتب له الأجر المثوبة. هذا أيها الإخوة هو الدرس الأول من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وسيكون إن شاء الله الدرس بالطريقة التي ذكر لنا الشيخ، أنها مختصرة وعلى مقاصد الباب وعلى الشواهد، لأن المدة قصيرة كما تعلمون، يومين ونصف ما تكفي كتاب التوحيد إلا بهذه الطريقة. نسأل الله أن يكتب الأجر للشيخ. سيكون إن شاء الله المجلس الأول هذه الليلة، ثم غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء، ثم يوم السبت من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا. نسأل الله أن يكتب لكم أجر الحضور وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا. الآن نترك المجال للشيخ، جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قبل ان نبدا اخواننا في هذه الدوره، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب الاجر والمثوبه لكل من كان سببا في اقامه هذه الدوره المباركه، ونسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد. نريد اخواننا قبل ان نبدا في الدوره ان نتفق، اذا اتفقنا على الشروط، يعني شروط حضور الدوره، باذن الله نمشي في هذه الدوره. والا كان يقول الشيخ الباني رحمه الله تعالى، يقول قال لي والدي بلسان عربي مبين: اما الموافقه او المفارقه. فاذا اتفقنا اخواننا على الشروط نسير عليها ان شاء الله، نتفق ونمشي، والا يعني كل واحد في طريقه. اولا اخواننا، ترى انا يعني لست بعالم، انا طالب علم وأقل منكم مرتبة، لكن نريد أخواننا في هذه يعني الدورة نتدارس الأمور التي يعني ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واهتم بها العلماء رحمه الله تعالى، وخاصة في هذا المتن المبارك. معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وقال: يا أيها الناس، إني لست بخيركم ولكنني والله خير لكم. فأخواننا، الشروط، الشرط الأول أخواننا، نريد المواظبة على الحضور، يعني لا نقبل أي عذر للغياب، طالما جئت اليوم معنا الحمد لله، ولا نقبل أي عذر للغياب إلا عذر واحد، وهو من يعرف؟ الموت. ما يعقل أخواننا يعني كما قال الشيخ، يعني يومين أو ثلاثة أيام فيها 7 أو 8 دروس ونحن نتغيب فيها. فنريد ما طبع الحضور، لا غياب أبدا، واللي يتغيب يعني هذا نعده في عداد الأموات ونأخذ كل ما يملك. هذا مهم جدا عندنا. الثاني إخواننا، التأدب في آداب طالب العلم. طالب العلم لابد يعرف حقوق 6 يؤديها، 6 حقوق: في نفسه ومع زميله ومع المكان ومع الكتاب ومع الشيخ ومع العلم، حقوق 6 هذه لابد يعرفها كل طالب، ما يحتاج تكتب، تحفظ. مع نفسه الإخلاص
والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم عبادة والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام عندما جاء لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس وهو متأدب ولم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر على جبريل عليه السلام أثر طالب العلم، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو طالب علم، بل قال موسى عليه الصلاة والسلام الخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصرك أمرا. لماذا يقول له هذا؟ كأنه يقول أنا أعرف آداب طالب العلم وستراها مني بإذن الله أنها تطبق في الواقع، صابرا ولا أعصرك أمرا. من الأمور التي يذكرها العلماء أن الكتابة أثناء الدرس، أي طالب يريد يكتب أثناء الدرس لابد عند الكتابة، إذا أراد أن يكتب الطالب لابد من شرط وأدب، لابد من شرط وأدب. الشرط أن يكتب أنه هذا من سماع لدرس الشيخ، لأنه هناك فرق بين أن يكتب الآن الأخ يسمع مني كلام وبين أن أقول له أكتب كذا وكذا، صحيح؟ أي نعم. هذا الشرط أنه هذا من سماع لدرس الشيخ لا من إملاء الشيخ. الأدب لابد أن يستأذن، إذا أراد الطالب أن يكتب أثناء الدرس لابد أن يستأذن، ونحن يا أخواننا ما نأذن لأحد أن يكتب في الدرس، نريد منكم في هذه الدورة أن تحفظوا، نعود نفسنا في هذه الدورة على الحفظ، وأنا أراجع معكم بإذن الله تعالى. فاتركوا الكتابة إلى نهاية الدرس، إذا انتهينا من الدرس تجتمعوا فيما بينكم وتكتبوا، يعني نأخذ مدة 10 دقائق 5 دقائق، وأنا ليس عندي شيء، سيوزع عليكم الأخوان إن شاء الله تعالى بعد الدرس من أراد المواظبة معنا القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كل شيء وزيادة. طيب هذا الأمر الثاني. الثالث أخواننا وهو المهم الحب، الذي لا يحفظ هذا ما ينتفع بالعلم، احفظ فكل حافظ إمام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا، بل تميزت هذه الأمة عن باقية الأمم بأن أناجيلها في صدورها. ذكرنا أن الحقوق 6 في نفسه، وهذا المهم، يعني ما يعقل يا أخواننا أنه أتينا طالب في الدرس ويرد على الجوال أو مثلا يعني كما يصنع البعض يبحث عن الرسائل وكذا في نفسه في المكان يا إخوانا اللي تدرس فيه، خاصة المساجد هذه الأماكن، يعني الله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لمن؟ لله، إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد تكون إما عمارة حسية أو عمارة معنوية، وضد عمارة المساجد خراب المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. الخراب إما خراب حسي أو خراب معنوي، وأعظم الخراب أي خراب الحسي بالهدم ورمي الأوساخ، لا، بأن نجعل هذه الأماكن أماكن للشرك والبدع وغيرها في المكان، وبخاصة يعني إخوانكم الآن فتحوا لنا هذا المكان جزاهم الله خيرا، فعندما ننصرف ونخرج من هنا يعني يتعب البعض بالنظافة وكذا، لا نريد هذا، كل إنسان يعرف الذي له والذي عليه. مع الكتاب هذه الكتب إخواننا والله من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، كانوا في القديم يكتبوا على الجلود وعلى الحجارة وعلى العظم وكذا، والآن توفرت لنا هذه الكتب ولله الحمد. فالأصل محافظ على هذه الكتب، وكثير من العلماء يعني لو ترجع إلى مثلا بعض العلماء عندنا في هذه الأيام تجد أنه لديه كتب أيام كان في الابتدائي، لماذا؟ لأنه يعرف قيمة الكتاب. طيب مع الشيخ إخواننا
الناس انقسموا وسيأتي معنا بإذن الله تعالى في اتجاه العلماء إلى طرفين وسط. قسم يسب ويشتم ويتكلم في العلماء وكذا، وقسم يتمسح ويقبل ويركع ويسجد، وقسم هم أهل السنة والجماعة، عسى الله يجعلني وإياكم منهم. السنة والجماعة توسطوا، لا إفراط ولا تفريط. أيضا مع زميله، المؤمن مرآة أخيه، وقد يستفيد الإنسان من زميله أحيانا والله أكثر مما يستفيد من شيخه. مع العلم، هذا العلم حجة قامت عليه، فالواجب أن تذاكر هذا العلم، وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم، يذاكر العلوم. طيب، هذا ما يتعلق بالشروط، المواظبة، وهذا أهم ما يكون، التحلي بآداب طالب العلم، حفظ المتن مهم جدا إخواننا، حفظ المتن أهم ما يكون. فإن اتفقنا إخواننا على هذه الشروط يعني بدأنا بشيء، وإلا فشرط الموافقة قلنا شرط المرافق الموافق، فإن شاء الله متفقين. ما شاء الله تضمنهم أنت؟ أنا ما أدري. إيه الحمد لله. إذا نرى في الدرس القادم إن شاء الله. طيب أخواننا، نريد المشاركة من الكل، يعني الكل يشارك معي في السؤال والإجابة وكذا. قبل البدء بدراسة هذا المتن المبارك، أي كتاب، مجرد ما تقتني كتاب أو يهدى إليك متن مثلا، كما توسع الأخوة جزاهم الله خير هذا المتن، مجرد ما يهدى إليك كتاب، أقل ما تنظر في الكتاب تقرأ المقدم والفهرس. أي كتاب يهدى إليك، مجرد ما تأخذ هذا الكتاب تنظر في المقدمة وفي فهرس، لأن بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والسبب من التأليف وكذا، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. فنحن الآن نريد في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، نريد أن نعرف أمور عن هذا الكتاب مجملة. أولا، هذا الكتاب في أي علم، في أي فن؟ التوحيد. طيب، لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد، لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد، لماذا لا ندرس مثلا الفقه، فرائض، النحو، مثلا كمبيوتر، لغة إنجليزية، لماذا ندرس التوحيد؟ هذا حق الله، حق الله على العبيد غيره. لأنه ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به. لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الآمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكفير السيئات، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها. ثم أي إنسان يقول لك لماذا ندرس التوحيد، تقول له تعالى خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون واحد، يقول نعم، وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد، ويدخل الجنة إلا واحد. هذا لا يأتي بعد الكلام، بعد أعطيهم 10 دقائق بعدين الطعام والشراب ولا ما لا، خلي المال الحين موجود خلاص، أخاف يشغلنا. تقول له خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون واحد، وأعلمك أنه لا عمل، لا أقبل أي عمل إلا به، ولا أدخل الجنة إلا موحد، يقول نعم، هذا كلام صحيح. أقول طيب، هل أنت موحد؟ يقول نعم أنا موحد. أقول طيب، اشرح لنا هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك، وأعلمك أنه لا أقبل أي عمل إلا به، ولا أدخل الجنة إلا موحد. فإذا شرح التوحيد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أنه موحد. وإذا كان لا يعرف التوحيد وقال الله ما أدري ما هو التوحيد الذي أوجب الله عليه، فهذا معناه أن شهادته أنه موحد، نسأل الله العافية والسلام، شهادة زور. ثم نسأل، نقول حرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك أعظم من تحريم كل محرم،
وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار. يقول نعم هذا كلام صحيح، هل أنت مشرك؟ بماذا يجيب؟ يقول لا أعوذ بالله أنا لست مشرك. نقول طيب بيّن لنا هذا الشرك الذي حرم الله عليه وتبرأ منه. فإذا عرف الشرك فهذا معناه أنه ليس مشرك، وإذا لم يعرف الشرك نقول لعله واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. فالواجب أن تتعلم التوحيد. إذن هذا السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ طيب السؤال الثاني، قال لك أنا لابد أتعلم التوحيد حتى أكون موحد وأحذر من الشرك، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك متن كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ لو قال لك لماذا ندرس هذا الكتاب، كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ من يعرف؟ نعم الشيخ. لأنه جامع للموضوع. أترك الكتاب هذا. يقول طيب، يقول هناك من الكتب من جمعت أيضا. لأننا طلاب والطالب لابد له إذا أراد أن يطلب العلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين، والله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، إذا أردت أن تطلب العلم لابد أن ترجع إلى العلماء. عندنا رجل أراد أن يصبح طبيب أسنان مثلا، ماذا يصنع؟ يصنع يأخذ بعض الكتب، يأخذ بعض الأدوات، ثم يفتح عيادة ويعالج فيها الناس، يضع لافتة ويعالج. يصح؟ لا ما يصح، ما يأتي أحد أصلا. فكيف بطلب العلم أخواننا الآن؟ إذا أردت أن تصل إلى ما وصل إليه العلماء لابد أن تسلك هذا الطريق. فليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم. ولهذا يعني الآن لابد لطالب العلم أن يعرف بماذا يبدأ. يبدأ بالتوحيد، هذا الذي أرشد إليه العلماء، ويبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة ثم قواعد أربع ثم كتاب التوحيد. الشيخ بن باز رحمه الله جاء إليه طالب وقال يا شيخ يعني المتون كثيرة، أريد تختصر لي يعني أقل ما يدرس. قال له كتاب التوحيد وبلوغ المرام. قال أقل شيء؟ قال هذا أقل شيء، بل أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في اليوم الذي أتم فيه كتاب التوحيد سألوه الطلاب ماذا نبدأ يا شيخ بعد كتاب التوحيد؟ قال كتاب التوحيد. قالوا يا شيخ الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال هذا الكتاب يحتاج إلى عشرات المرات المكررة. مهم جدا إخواننا نضبط هذا الكتاب. والله نصيحة العلماء، لأننا طلاب ليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، لابد أن نسير على النهج الذي خطوا لنا علماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. هذا السؤال الثاني، لماذا اخترنا هذا الكتاب. السؤال الثالث، لو أردنا كما ذكرنا أنه إذا أهدي لك كتاب تقرأ المقدمة والفهرس. الفهرس يعني لو أردنا أن نعرف محتوى هذا الكتاب على ماذا يحتوي؟ نريد أخواننا أن نقسم هذا الكتاب إلى عشرة أقسام. كم قسم؟ عشرة. هذا فهرس الكتاب. القسم الأول المقدمة، والقسم الثاني تفسير التوحيد، والقسم الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والقسم الرابع سبب كفر بني آدم، والخامس دحث حجة من يقول أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، السادس الأعمال الشيطانية، والسابع أعمال القلوب والأسماء والصفات، الثامن والتاسع المناهج اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والعاشر الخاتمة. من يعيد لي هذه الأقسام عشرة؟ أنا أعيد. تفسير التوحيد،
نستعيد بإذن الله أشياء. الأول المقدمة، يعني عندنا الآن في هذه الدورة نريد نضبط هذه الأقسام العشرة. القسم الأول مقدمة، الثاني تفسير التوحيد، الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، الرابع سبب كفر بني آدم، والخامس الرد أو دحف حجة من يقول أن الشرك لقع في الأمة وفي الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الألفاظ الشركية وبعض الشركات، الخاتم. أنا ما طلبت من أحد أن يسرد لي أبواب كتاب التوحيد، أريد فقط الخلاصة، يعني عشر أقسام. ها من يعيد أخوانا؟ أنا أساعد. بسم الله ما شاء الله. الأول قلنا المقدمة، والثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليهم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا الأولياء ولا غيره. الرابع سبب كفر بني آدم، لابد من الترتيب. العلم إذا دخل مرتب بإذن الله ما شئت يخرج مرتب، دخل مشوش هذا لن يخرج إلا إن شاء الله. كما يعني في الفرائض الآن تسأل بعض الطلاب عن الوارثين، يقول الوارثين اللهم صل على محمد، الوارثين الزوج أيوه، والعم الشقيق أيوه، هذا متى يعد الوارث؟ ما يستطيع. أما طالب دخل العلم دي مرتب يقول الابن وابن الابن والأب والجد وأخ شقيق وأخ لأب هكذا ويصرف، حتى لو يعني نسي واحد أو كذا لا إشكال، رتب يا رجل من جديد. الأول مقدمة، والثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والرابع سبب كفر بني آدم، والخامس دحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، أعمال الشياطين وأعمال القلوب. ما أخوانا ما حتكلم، لا ما يصلح هذا. الأسماء والصفات، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخام العاشر. الحمد لله. من يعيد؟ أخوانا أنا أريد فقط يعني في هذه الدورة أنا وأنتم يعني نحفظ المهم هنا عندنا. نعم الشيخ. مقدمة تفسير التوحيد الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة. لا أنت أنا ولا أي شخص أنا دوري غششني بس الله يهديه. يلا السادس أعمال الشيطانية. لا أخبرنا ما حتكلم. أعمال الشيطانية. إيه. والأعمال القلوب. والمناهي الأسماء والصفات. المناهي اللفظية. والألفاظ الشركية وبعض الشركات. الله يختم لنا ولكم بالتوحيد. من يعيد أخوانا؟ ما شاء الله بسم الله. المقدمة. تفسير التوحيد. الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. اللي هي الرد. خاف يجيك السؤال بعد ما تكلم. رجل. ايه. الرابع. سبب كفر بني آدم. الرد على. دحف حجة من يقول ان الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة. أعمال القلوب. الأسماء والصفات، المناهي. الفاظ الشركية وبعض الشركات، الخاتم. طيب. شوف اخوان. اذا هذه 10 اقسام. انا افصل فيها الان. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. علمك هو العلماء، علمك هو الذي تراه في الظلام، أو إن كان يعني بصورة أخرى يقال علمك الذي يدخل معك إلى الحمام كرمكم الله، هذا علمك. الباقي علم غيرك. نعم. قال ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي في صدري. لابد تحفظ
طيب هذه أقسام عشرة. إذن أخوانا عندنا القسم الأول مقدمة، هذه المقدمة سنذكر فيها أبواب خمسة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب الثاني تفسير التوحيد، ترى اللي يتكلم يعني يقف إلى نهاية الدرس. الثاني تفسير التوحيد، وفسر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بضده وبضده تتبين الأشياء، ثم ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، بيّن في هذا القسم بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى، بطلان عبادة الملائكة هم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، وذكر أنه يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف إذا كانوا يخافون، هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وإذا بطلت عبادة الملائكة غير باب أولى، وبطلان الهداية وبطلان الشفاعة في هذا القسم. ثم أراد أن يبين لك أسباب الكفر، لماذا؟ حتى تجتنبها، وأراد أن يبين لك الأسباب التي أدت إلى وقوع الشرك. ثم ظهرت فتنة وتكلم بعض الناس على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا أنه دعوة الناس إلى التوحيد في الجزيرة هذه دعوة باطلة، وهذا الذي تراه من عبادة الأصنام وغيره هذا ليس بشرك، بل الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كامل. فعقد هذا قلنا الباب والقسم في الرد عليه بدحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. ثم ذكر أعمال الشياطين، أعمال الشياطين السحر والكهانة والتنجيم والضرب على الرمل والتطير وغيره، هذا سيأتي في أعمال الشياطين. ثم أعمال القلوب، خوف الرجاء التوكل سيأتي معنا، ثم الأسماء والصفات. ثم عقد أطول قسم هو قسم التاسع، مناهي اللفظية والفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله في هذا القسم على الشرك الأصغر لأنه خفي، وركز المؤلف رحمه الله أيضا على كفر النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. ثم ختم المؤلف بخاتمة ستأتي بإذن الله تعالى معنا، هذه أقسام عشرة مهمة جدا نضبطها. أبواب الكتاب كم باب؟ ها أخوانا نرتقي شيء في شيء، نعم من؟ طيب أبواب الكتاب يقول 66، هذا إذا ما حسبنا لم نحسب المقدمة، إذا حسبنا المقدمة 67 باب. نريد أن نجعل أول باب نجعله باب وجوب التوحيد، وبهذا تكون 67 باب. طيب هذه أبواب كتاب التوحيد نمر عليها بإذن الله كاملة. المهم عندنا في الشرح نريد يا أخوتك الكتاب نريد أن نضبط في شرحنا لهذا الكتاب التعريفات والتقسيمات اللي ذكرها العلماء رحمه، ولماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما علاقة باب ما جاء في المصورين؟ ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ سيأتي بإذن الله تعالى معنا. طيب هذا إذا ذكرنا لماذا ندرس التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، محتوى هذا المتن المبارك، نريد أن نتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هي الدعوة الوهابية، وهل هناك أحد يقول أنه وهابي، أو هل هذا هو قسم يعني مذهب خامس أو مذهب كذا علما يدعي بعض الناس اليوم. أولا أخواننا لابد أن نعلم أن سبب العداوة بين هؤلاء والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلماء الدعوة رحمه الله جميعا، أخوانا السبب شيء واحد والله، التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يعلق الخلق بالخالق ويرجع الناس إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، وأبى هؤلاء إلا أن يعلق الخلق بالخلق، هذا سبب العداوة.
وكما صنع أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن وكاذب وساحر وكذا، فبدأوا يلصقوا أشياء لأهل السنة، سموا أهل السنة مجسمة وشكاكة ونواصب ونوابذ وغثاء، ثم الآن قالوا عنهم وهابية. كل من يعلم الناس التوحيد ويعلق الخلق بالخالق يقال عنه وهابي حتى ينفر الناس عنه. واتهموا الشيخ بأمور، منها قال أن الشيخ لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب، الشيخ يرى أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، يعني الذي يترك الصلاة الإبراهيمية صلاته بأقل عند محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألف رسالة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سيأتي معنا في كتاب التوحيد، ذكر أن زيارة في المساجد، أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفضل الأعمال، من تبعيضية، من أفضل الأعمال، بشرط ألا يشد لها الراحل ولا يأتي بما يخالف الشريعة. قال أنه جاء بمذهب خامس. نقول طيب، هذه كتب الشيخ موجودة الآن ولكم 10 سنين، انظروا في كتب الشيخ، هات لنا كلمة واحدة، كلمة واحدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بها من عندي بدون دليل من كتاب السنة أو لم يقل بها أحد من الأئمة، ما وجدوا. قالوا نكفر المجتمعات. نقول من أين لكم هذا؟ سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يذكر في هذه المسائل. المهم يا أخواننا، أن كل ما يأتي هؤلاء شيء حتى ينفر الناس عن توحيد الله، هذه الحقيقة والله. وسوف ترى إذا انجلى الغباء أفرس الركبت أم حمار، سوف ترى بإذن الله تعالى يعني أن هذا الرجل، بل هنا في كتاب التوحيد لم يذكر كلمة واحدة من كلام أدلة من كتاب السنة فقط، ما ذكر شيء. إذن تميز هذا الكتاب بأمور. الأول بني عبد إخواننا، مميزات الكتاب هذا، مميزات كتاب التوحيد، ها استشهاد الآيات واحدة واحدة، قلنا في مجلس علم فلما حضروه قالوا أنصت بسم الله، لم أذكر فيه إلا الأدلة من الكتاب والسنة، هذا أهم ما يكون. غيره بوّب حسن التبويب والترتيب، وسيأتي معنا هذا يا رجل، هذا الرجل بخاري في زمانه، سترى بإذن الله تعالى أنه نظر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب صحيح البخاري ثم بدأ وألف هذا الكتاب هو بخاري، واتضح هذا من التبويب، سيأتي بإذن الله. نعم، كثرة الشروحات يا أخواننا، شروحات، كثرة الشروحات على هذا الكتاب تدل أنه عناية العلماء بهذا الكتاب وكثرة الشروحات عليه. الآن أنت إذا أردت أن تحفظ كتاب تختار كتاب مخدوم، صح؟ هذا كتاب مخدوم، ختم كثير، نسخ، شروحات من مسموع مطبوع في أي منطقة تنزل فيها لابد تجد هذا الكتاب، حتى عند الأعداء. نعم، وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض، ركز المؤلف في هذا الكتاب على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، ولم يتجاهل توحيد الربوبية ولا الأسماء والصفات، رد على الشبهة التي أتي بها للشرك في زمانه، وسيأتي معنا أكثر من شبهة رد عليها المؤلف رحمه الله تعالى. إمام شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح. طيب، هذه يعني كالمقدمة قبل الدراسة. إخواننا لابد أننا يعني نشوق الطلاب إلى ماذا؟ إلى هذا العلم، علم التوحيد. إخواننا الذي لا يفرح في درس التوحيد ترى هذا على خطر. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كنت لا تفرح بدرس التوحيد ترى أعلم أنك على خطر. التوحيد تدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك موحد، واجعل آخر شيء تخرج به من هذه الدنيا كلمة التوحيد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا بد تفرح بهذا الدرس. تفرح بماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختارك من بين الأمم، واختارك أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختارك أن تكون موحد لله سبحانه وتعالى، ما تتعلق بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تتذلل إلا لله، ولا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم. طيب كم بقي معنا؟ اكتفي بهذا؟ إيه؟ نأخذ 10 دقائق هم يكتبوا فيها مع الشاي والقهوة وبعدها نأخذ. طيب نراجع الآن ماذا أخذنا؟ ماذا أخذنا في هذه الحصة؟ أبدأ باليمين. بسم الله. أي فائدة؟ ما شاء الله. لا لا لا. هنا. بسم الله. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ طيب ها. قلنا حقوق 6 لابد يعرفها الطالب مع نفسه ومع زميله ومع كتابه ومع المكان ومع الشيخ ومع العلم. نعم. محتوى الكتاب، الله يفتح عليكم. قلنا أي كتاب تقتنيه تقرأ أقل ما يكون في الكتاب المقدم والفهرس. وقلنا هذا الكتاب إذا أردنا أن نفهرس هذا الكتاب الله أعلم نقسم هذا الكتاب إلى لا ما حتكلم أخوانا 10 أقسام. القسم الأول المقدمة، القسم الثاني كل حصة تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والسبب كفر بني آدم، ودحف حجة من يقول أن الشرك يقع في الأمة، أعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي، الخاتم. ها ساعدك ما في إشكال. نعم الشيخ. تركيز الكتاب على الألوهية. تركز المؤلف رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، لكن ذكر كذلك توحيد الأسماء والصفات وذكر الربوبية، الله يفتح عليك. نعم. التبويب، حسن التبويب. وقلنا هذا الرجل فقه ظهر في التبويب كما ظهر فقه البخاري، وناظر في صحيح البخاري ثم ألف هذا الكتاب. سبب العداوة، ومن سبب العداوة التوحيد. فكل من يحارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والله أخوانا يعلم الله أننا لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن محمد عبد الوهاب، ندافع عنه لأن الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب طعن في ماذا؟ في التوحيد. صحيح؟ أي نعم. كنت أتكلم في دولة من الدول يعني عن الشيخ وكذا، فكان في واحد آخر المجلس وعندما أتكلم يقول لي كذا، يقول له إمام، يقول عندما يعني ما استطاع أتكلم قال يهودي. قلت اسمع، أولا هذا ادعاء أنه يهودي، أثبت هذا الكلام صح. لو قال عنك إنسان أنك يهودي تدافع وتقول قل هاتوا برهانكم صح. الثاني أنا ما سمعت يوم من الأيام أن أحد من اليهود ينشر التوحيد ويحارب الشرك. ثم إذا كان يهودي وتاب وأسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له أجر مرتين ولله الحمد. نعم. مميزات الكتاب. نعم. إيش مميزات الكتاب؟ أعطينا ميزة، ميزة واحدة فقط. رد الشبه التي أتي بها للشرك في زمانه. كتاب واضح سهل، محتوى على الكتاب والسنة، كثرة الشروحات، عناية العلماء به، إمام صح. نعم.
كتاب من كلام الشيخ؟ ما ليس فيه شيء من كلام الشيخ. المسائل ستأتي معنا. هناك مسائل، مسائل كتاب التوحيد، هذه المسائل ليست من كتاب التوحيد، لكن هي كالشرح لكتاب التوحيد. وأحسن من يشرح هذا الكتاب من؟ مؤلف مفهوم؟ نعم الشيخ. أعرض إلى زيارة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قلنا أنه من أعظم الأعمال إذا لم تشد إليه. الله يفتح عليك. وسيأتي بإذن الله تعالى معنا أن هؤلاء رموا الشيخ أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا جعل الصلاة الإبراهيمية التشهد الأخير وكما كان الصلاة، وألف مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال بالشرط لا يشد إلا الراحل ولا يأتي بمحرم. نعم. أراد الشيخ تعليق الخلق بالخالق. نعم. أراد خصوما تعليق الخلق بالخلق. بالخلق. نعم. معاصرة المؤلف. الإمام معاصر. علمك الذي تراه في الظلام. علمك الذي تراه في الظلام، وهذا أحسن من القول علمك الذي يدخل معك إلى الحمام، فلا بد أن نحفظ إخوان. نعم. طيب. بدأ على أهل السنة بالمشبهة. نعم، أنهم يرمون أهل كما رأوا الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، أخذوا يرمون أهل السنة مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب وغوثاء وهذه وغيرها. استشهاد الشيخ كتاب السنة. نعم. قول العلم بالترتيب. نعم، العلم قلنا لابد أن نرتب العلم وأن نسير على الطريق الذي خط لنا العلماء. الله سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار. ها أخوانا، أنا أمر اللي عنده فائدة يعطيني هي. نركز على كتاب، نركز على الشرك الأصغر. الله يفتح عليك. هذا في القسم سيأتي معنا في القسم التاسع، أن المؤلف رحمه الله تعالى ركز على الشرك الأصغر لأنه خفي، وركز على كفر النعمة لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. نعم. البخاري زمان. طيب ها غيره. 1115 إلى 1206 شيخ. نعم. حياته 1115 إيه؟ إلى 1206. الله يفتح عليك. جيد. ها شوف أخواننا، لو تنظر في طريقة أهل السنة تجد أنهم لا يركزوا على تراجم العلماء، ما يركزوا عليها. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن نرجع إلى ميزان، وهو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد نادر ذكر ترجمة الشيخ وكذا، صح؟ لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يرجع الناس إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز رحمه الله أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان بعض أهل السنة سافر الدرعية ينظر إلى بيت الشيخ وكذا، أمر الشيخ ابن باز رحم الله أن يمسح بالأرض. لماذا؟ رجل يعلق الناس توحيد الله وكذا، يأتي بعض الناس يقول أن نريد أن نرى، هذا مقصود؟ لا، مقصود توحيد. أما أن نرجع إلى بيت الشيخ غيره فسأوه الشيخ رحمه الله جعله يسموه بالأرض. نعم. ها أخوان، من ترتيب علم العقيدة بالصورة الثلاثة. الله يفتح عليك. أنه أول ما يبدأ الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ بالتوحيد بالأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم بعد هذا كما ذكرنا عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه يبدأ ببلوغ المرض. ها أخوان. نعم. من ميزة الكتاب أنه يعني يعطي ألفه كعلاج لما حصل في زمانه من براءات من كثرة الشرك والجهل بالتوحيد. الله يفتح عليك. نعم. ويعني سبحان الله، قلنا أن الله سبحانه وتعالى إخواننا لو تنظر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، كان هناك من هو أحفظ وأعلم من محمد بن عبد الوهاب، لكن هذا دليل على الإخلاص.
الشيخ بن عثيمين مثلا رحمه الله جاء لابن سعدي، وابن سعدي كبير، والشيخ بن عثيمين يعتبر من صغار طلاب السعدي، بل كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يدرس على طلاب السعدي الكبار، صح؟ مات ابن سعدي، الله سبحانه وتعالى رفع من؟ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الجميع. لماذا؟ الله أعلم، ما في غير الإخلاص، صحيح؟ أي نعم. هذا يدل على عندنا كتب يا رجل مؤلفة كثير، مثلا الآن في الفرائض يعني البرهانية وكذا، لكن تجد أكثر ما يكون شرح للرحبين. لمن؟ الله أعلم، إخلاص، الله أراد أن يلحق هؤلاء أجور. لماذا ندرس التوحيد وفرح بدرس التوحيد؟ وتفرح بدرس التوحيد؟ أي نعم. ولو تنظر يعني في مؤلفات الأئمة حتى في كتب الفقه، يعني مثلا في القواعد الفقهية التي درستم الآن، قواعد فقهية بن سعد رحمه الله، في أول قواعد فقهية حتى في أغلب الأمثلة يذكر أمثلة من أين؟ توحيد. نعم، كتاب لهم مع اهتمام توحيد الربوبية، أسماء الصفات، توحيد الربوبية، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. أرفع لي صوتك. شروط الالتحاق في الدورة: عدم الغياب إلا الموت، والتحلي بآداب طالب العلم، وحفظ المتن، وهذا أهم ما يكون. وعندنا أمر، وهو الآن عندما انتهى من الدرس تجتمعوا فيما بينكم. أخواننا أكرمك الله المكان الذي تضع فينا عليك، ضع معه الدنيا، يعني يريد في هذه الدقائق أن نجتمع ونتعاون ونكتب الفوائد وكذا. أما القيل والقال وغير هذا دعوه. هاي شيخ ركز على المناهي اللفظية. المناهي اللفظية نعم، الانتشار نعم، وسيأتي بإذن الله أن من طريقة المؤلف أنه يجمع ثم يفصل، يعني يجمل وبعد هذا يعطيك بالتفصيل. سيأتي بإذن الله تعالى كيف يعني جمع المسائل وفصل. كثرة الشروح على هذا الكتاب. نعم. العلم عبادة، والعبادة ما يمكن تقبل إلا بالإخلاص المتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تشويق الطلاب إخواننا، لأن الشيطان الآن ما أراد منا والله أن نتعلم التوحيد. إخواننا حياة القلوب، تعرف على الله، تشعر بلذة العبادة، ولا وتستغني عن الخلق. هذا التوحيد إخواننا هو اللي فيه سعادة، تسعد والله. وقال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لجلدونا عليه بالسوق. أي نعم. طيب، عمارة المساجد قلنا إما عمارة حسية وعمارة معنوية، وضد العمارة خراب، خراب حسي وخراب معنوي، وأعظم الخراب الشرك. نعم. 67 نريد نجعل الباب الأول من عندنا، كما ذكر بعض العلماء، يعني الباب الأول نسميه باب وجوب التوحيد. الله يبارك فيك. طيب، إذا 10 دقائق. طبعا أخوان، حتى ما يصير جلسة متعبة، قررنا نقسمها قسمين.